الحمد لله اليوم سوينا معرضنا الشخصي للألوان المائية البساطة والجمال، والحمد لله في إقبال شديد، والحمد لله أن ناس أعجبوا باللوحات وعجبوا بالأفكار اللي رسمتهم. هي إيش الفكرة؟ الفكرة الأساسية أن أنا مركز جدا، أركز على التراث العماني وعلى المباني الأثرية وعلى الحرف العمانيين مثل الخناجر، لكن هذه المرة ما ركزت على الخناجر، رسومات الخناجر ورسومات الأشياء الثانية، ركزت على الأبواب والنوافذ، يعني تركيز شديد كان فيه، وحاولت أوصل إيش الجمالية عشان الناس ينظروا إلى الأبواب العمانية والنوافذ والمباني العمانية نظرة مختلفة حتى يتذوقوا الفن العماني البسيط. ونفس الوقت ركزت على بعض القلاع وعلى بعض المناظر الطبيعية العمانية متميزة جداً، يعني يشجع الفنان إنه ينطلق في هذا المجال وما له نهاية. يعني يمكن أنت كل يوم ترسم موضوع ومواضيع ومواضيع وما ينتهي. يعني الحمد لله نحن عندنا بيئة خصبة يلهم الفنان إنه ينطلق في رسوماته وينطلق في هواياته إلى أبعد درجة.